caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. السلام عليكم. ان شاء الله هنتكلم على الفيديو رقم 5 من سلسلة تعليم برنامج الاي تاب. زي ما اتفقنا ان بداية من الفيديو ده هنبدأ نشتغل بالنسخة الجديدة من برنامج الاي تاب, وهي اي تاب 16.0.0. هنتكلم في الفيديو ده عن حاجة مهمة جدا. احنا عشان نبدأ نعمل حسابات فولتج دروب وشورت سيركت, من اهم الحاجات اللي بتبقى عايزين نتأكد منها ونكون عارفينها هي الريزيستنس بتاعت الترانسفورمر, الريزيستنس بتاعت الكابلات ديت خلاص كلها. ليه؟ لان حضرتك عشان تحسب الفولتج دروب على الباسبار ده, فحضرتك مهتم بالاكيوميليتيف ريزيستنس خلاص, او السبمشن بتاع الريزيستنس بتاع الكابل ده والكابل ده, لان ده اللي هيحصل عليه فولتج دروب وهيتجمع على الفولتج دروب اللي هيحصل على الكابل ده. طيب لو حضرتك شغال بالاي تاب بكابلات غلط, بمعنى انت عشان تصنع الكابل, تعال نفتح الكتالوج بتاع احد المصنعين, هنلاقي ان مكتوب ان دي نسخه قديمه من الكتالوج بتاعه ودي اخر نسخه موجوده في للكتالوج بتاعه. هنشوف النسختين الاثنين خلاص, فهنلاقي ان السبلاير بيكون كاتب ان الكيبلز ار برودوسد اكوردنج تو الكود الفلاني واكوردنج تو الكود الفلاني. تعال نشوف سبلاير تاني خلاص, برضو السبلاير ده بيبقى مدي داتا كامله عن الكابل بتاعه. طيب هل بقى الكابلات اللي في العالم كله او في جميع العالم بتتصنع اكوردنج تو لنفس الكود؟ لا. ليه لا؟ لان لو لا ما كانش السبلاير يضطر ان هو ينص ان الكابل ده اتصنع اكوردنج تو الكود الفلاني, خلاص يبقى هو كود واحد معروف وبقى بديهي ان الكابل ده متصنع اكوردنج تو ليه. لكن لا, الكابلات مش كلها تتصنع بنفس او بيبقى الرقم بتاعها نفس الكود. احنا لو فتحنا الاي تاب خلاص وفتحنا مثلا, جينا ننزل كابل, ادي الكابل اهو, وبدانا نفتحه ونخش على اللايبرري, ادي السورس اهو. بص بقى السورس ده بتاع الكابلات دي حاجه مهمه جدا, يمكن دي بتعمل مشاكل. الناس تيجي تستخدم الاي تاب فتيجي تقارن ما بينه وبين بعض السوفت ويرز الاخرى ماشي, فتلاقي في نتائج مختلفة جدا, مش مجرد مثلا كابل 16 فبقى كابل 25, لا ده ممكن كابل 16 فبقى كابل 70, بقى كابل 120, واختلافات كبيرة جدا ما بين الاي تاب وبين السوفت ويرز التانية. طب سببها ايه؟ سببها ان حضرتك ممكن تكون اصلا مش مهتم, انت جيت دخلت هنا اخترت الكابل, اهتميت ان هو الومنيوم ولا كبر, ان هو 50 هرتز ولا 60 هرتز, الكورز بتاعته, الانسيوليشن بتاعته, واخترت اي سورس بقى, السورس اللي طلع معاك اخترته. لا طبعا ده مش صح, وده هيعمل لك مشاكل كبيره جدا, لان كل من دول او كل سورس من دول بيصنع الكابل بطريقه معينه, فهيدي للكابل ده سيكنس بتاع مثلا انسيوليشن معين او سيكنس. هنفتح الكود دلوقتي مع بعض, او هنفتح احد الاكواد مع بعض وهنشوف الكود بيكون بينص على ايه. بينص ان والله بيقول لك لو حضرتك بتصنع الكابل ده بقطر معين او بسكنس معين للكوندكتور وبسكنس معين للانسيليشن وبسكنس معين للشيز, بس بينص على كده. وبالتالي المصنع لو كتب في الكتالوج بتاعه ان هو ملتزم بالكود ده خلاص, يبقى المفروض ان الكابل دلوقتي لما اجي اشوفه في الاي تاب واشوفه عند المصنع تكون الريزيستنس بتاعتهم واحدة, لأن الريزيستنس هتسمع معاك في حسابات الفولتج دروب وهتسمع, وهي أساس برضو حسابات الشورت سيركت. طيب تعالى ناخد مثال, أو تعالى نبدأ ننزل كابل زي الكابل ده, وناخد مثال مثلا على الكابل اللي هو مالتي كور اكس ال بي اي على بي في سي كبر كوندكتور. طيب المصنع كاتب إيه؟ كاتب إن الكابل ده متصنع أكوردنج تو الأي إي سي 60502 أور البريتش ستاندرد 5467. طيب تعالى نبدا ندور. طبعا للاسف الاي تاب او النسخه الحاليه اللي معانا, معرفش ده بقى بسبب ان هي كراكد او ان هي نسخه برده مش احدث حاجه, فمفيش فيها الاي اي سي. لما نيجي نفتح الكابل ده وابدا ادخل على اللايبراري بتاعته وابدا ادور في السورس على اكواد اي اي سي, فمش موجود فيها. اتمنى ان شاء الله ان النسخه الجديده لما تبدا تنزل ان يكون موجود فيها الاي اي سي, لانه كود اساسي جدا في جميع الاكيوبمنت او الكومبوننتس الخاصه بالكهرباء. طيب ولكن هندور على
ولو تلاحظ ان المصنع في النسخه او احدث نسخه من الكتالوج بتاعه قال ما قالش اور البريدج ستاندرد، خلاص بقى يقول ان هو بيصنع اكوردنج تو الاي اي سي، ما ذكرش البريدج ستاندرد، وبالتالي اعتقد ان النسخه الحديثه من الايتاب لازما هيبدا يكون موجود فيها الاي اي سي، لان اهوت المصنع شغال بالاي اي سي بس. طيب تعالى ناخد مثال مثلا على الكابل المالتي كور الكبر الاكس ال بي البي في سي من النسختين بتوع الكتالوج، ادي الكابل 4 كور، خلاص الكابل ال 50، الكابل ال 50 الريزستنس بتاعته هنا بالشكل ده، دي الاي سي، دي الريزستنس الاي سي والدي سي. طب هل النسخه القديمه في فرق في الريزستنس؟ لا مفيش فرق. ادي الكابل ال 50 برده نفس الريزستنس بالظبط، وبالتالي ده اللي هيخليني مطمن ان حتى لو انا شغال بالكتالوج الجديد ده ان انا اقدر ادخل جوه الايتاب واستخدم البريدج ستاندر، لان هما التو كاتالوجز زي بعض بالظبط. طيب انا هبدا ادور على انهي بريدج ستاندر، هدور على البريدج ستاندر 5 4 6 7 وانا بسلكت الكابل. يبقى اول حاجه مش ما تروحش حضرتك تسلكت الحاجات دي وتنسى وتسيب السورس ده للاخر، اول حاجه عينك لازم تيجي عليها هي السورس، انك تشيل كل الحاجات دي وتسيب السورس اللي الكابل بتاعك متصنع اكوردنج تو ليه. يبقى انا هقول انا عايز كابل متصنع اكوردنج تو البريدج ستاندر 5 4 6 7 عشان مواصفاته تطلع مطابقه للكابل ده، يبقى انا كده مطمن ان السبلايرز اللي عندي انا شغال بنفس الحسابات بتاعتهم او بنفس الكابلات بتاعتهم. اوكي خلاص، وبالتالي هبدا اسلكت بقى بقيه الحاجه، ان هو مثلا كابل 4 كور وان هو كابل بيشتغل على 1 كيلو، خلاص ادي سلكت بقى اي حاجه من هنا. طبعا هقول طيب تعالى بقى ندخل على الامبيدنس بتاعت الكابل اللي انا اخترته ده. خلاص ادي الكابل، طبعا في حاجه غلط احنا عملنا لها سلكشن، اللي احنا عملنا سلكشن لكابل 1.5، عملنا سلكشن لكابل 1.5. طيب خلينا نجرب مثلا على الكابل ال 50، نجرب على الكابل ال 50 ونخش نشوف الريزستنس، شوف الرقم ده 0.494. طيب ارجع للكتالوج، ارجع للكتالوج، ادي الكابل ال 50 الفور كور، ادي الكابل ال 50 اهو، ان هو نفس الرقم بالظبط، يبقى تمام. يبقى انا لما استخدم الكابل ده في الكالكوليشن بتاعتي في الايتاب، جرب بقى تعمل الكالكوليشن بتاعك مانيوال او جرب باي توله سواء كان اكسل او باي سوفت وير اخر، لازما الحسابات هتطلع زي بعضها. ليه؟ لان حضرتك دلوقتي مطمن ان الكابل اللي انت مستخدمه في الايتاب سليم. طب تعالى نجيب كابل كده، نجيب كابل ده اكوردنج تو سورس تاني. بالتالي لو انا داخل اشوف الكابل بتاعي بسورس تاني غير اللي انا شغال بيه، فممكن ان انا اقول له انا دلوقتي عايز الكابلات الكبر، عايز الكابلات اللي شغاله على 1 كيلو فقط، ممكن مثلا اجرب على الكابل ال 3 كور خلاص، وابدا بقى ما اهتمش بالايه بالسورس بتاعي خالص. انا بس كل انا هقول له انا عايز الكابلات بتاعتي تبقى 50 هرتز، وابدا اسلكت اي حاجه مثلا الكود ده، اي حاجه مش فارق معايا بقى. انا كنت في الاول مش فارق معايا الكود، انا بقى خلاص طالما انا مش عايز اشتغل بالطبع السبلاير، هسلكت مثلا الكابل ده واقول له، وناخد مثال على الكابل ال 35. طيب هقول له اوكي. تعالى دلوقتي ندخل على الكابل ال 35 ال 3 كور خلاص، ونبدا نشوف الريزيستنس بتاعته، ادي الريزيستنس بالشكل ده. طيب تعالى نروح للكتالوج بتاعنا، ادي الريزيستنس بتاعتي بالشكل ده، في اختلاف حتى لو اختلاف بسيط، بس في اختلاف مش نفس الرقم. اذا لازما حضرتك تكون ملتزم بالكابلات اللي انت هتشتغل بيها. طيب تعالى نرجع تاني لمثال الكابل بتاع الفور كور الاكس ال بي اي على بي في سي، وهنختار الكود بتاعنا صح سريعا كده. ادي الايه، هنختار السورس بتاعنا، ادي البريتش ستاندر، اوكي خلاص، وهبدا اقول له انا عايز الكابلات الفور كور فقط، تمام، وعايز الكابلات اللي هو مثلا الكابل ده خلاص، وهنسلكت الكابل ال 50، وبعدين ندخل على الامبيدنس بتاعه، عايز اشوف الامبيدنس بتاعته من مصنع تاني. تعالى كده نشوف، ادي مصنع تاني اهو، 3 اند 4 كور كيبل ويز كفر كوندكتور اكس ال بي انسوليتد اند بي في سي شيزد، خلاص نفس الكابل بالظبط. تعالى نشوف الكابل ال 50، ادي الايه الريزيستنس بتاعتي مظبوط، يبقى ده كده انا كده خلاص.
ان احنا معظم الكابلات اصلا اللي بنستخدمها بتكون كابلات 4 كور، بتكون كبر على اكس ال بي اي او كبر على بي في سي. فانا كده الكابل ده مظبوط، اقدر استخدمه في الايتاب وانا مرتاح، والامبيدنس بتاعتي مطمن ان هي مظبوطه، فالفولتج دروب بتاعي يطلع مظبوط، الشورت سيركت بتاعتي تطلع مظبوطه. طيب تعالى ناخد مثال على الكابلات السنجل كور. الكابلات السنجل كور، طيب ادي الكابل السنجل كور بتاعي، عايز ابدا ارجع له. ادي كابل السنجل كور خلاص، اللي هو الايه الاكس ال بي اي برضو على بي في سي. بيقول ان هو بيتصنع اكوردنج تو اني كود 7889. طيب تعالى نبدا، ادي الكابل بتاعي اهوت، وهبدا ادخل عليه وهدخل على اللايبراري. بعد كده هقول له السورس بتاعي، هشيل كل ده واقول له انا عايز البنش ستاندرد 7889 فقط اهو خلاص. حتى مش هتلاقي غير فعلا الكابل ده اللي هو الاكس ال بي 1 كور 1 كيلو كفر خلاص. طيب ادي الايه الكابل ال 50 بتاعنا. طيب طبعا هو بيبدا من كابلات 50، ليه؟ لان ده اللي موجود في الكود. حتى لو مصنع بيصنع حاجات اقل من 50 اوكي، بس الموجود في الكود، وهنفتح الكود ده بالذات مع بعض دلوقتي وهنبص عليه. طيب ادي الكابل ال 50، تعالى نشيك الريزيستنس بتاعه طبعا او اي حاجه يعني، او احط تعالى نجرب نرجع على كابل 70. ادي الكابل 70، تعالى نشيك الريزيستنس بتاعته 59 من 100. تعالى عند المصنع، تعالى نشوف الكابل السنجل كور، نفس الكابل هو الاكس اللي بي على بي في سي، نشوف الايه الريزيستنس بتاعته 34 100. في فرق كبير. هنا بنتكلم في 59 من 100، هنا في الكتالوج بنتكلم في 34 من 100. ولو رحنا للكتالوج الجديد خلاص هنلاقي نفس الكلام اكيد. ادي الكابل السنجل كور خلاص، ادي الكابل ال 70 34 من 100. نشوف عند مصنع تاني خلاص الكابل بتاعنا، ادي السنجل كور كفر اكس ال بي على بي في سي، نشوف الكابل ال 70 34 من 100. يبقى كده في اختلاف ما بين الاي تاب وبين السبلايرز اللي حضرتك هتشتري منهم الكابل. طيب ان كيس ان انت وجدت المشكله دي، قدامك حل من اتنين، يبقى انا كده في عندي مشكله اهو خلاص، يبقى انا لازم اطمن ان الكابل اللي انا هستخدمه اطمن كده، لان طبعا الكابل انت بعد كده بتظبطه مره واحده وتطمن ان كل حاجه فيه تمام وبتكبره وتشتغل فيه في المشروع بتاعك كله. فانت هي اول مره بس انت تظبط الكابل. طيب حاجه من اتنين، يا اما ان انت هتيجي تغير في الريزيستنس دي مانيوال، يا اما زي ما هنشوف في فيديو بعد كده ان شاء الله ان انت ازاي بقى تقدر تدخل في اللايبراري. في حاجه هنا اسمها لايبراري، بص اللايبراري دي فيها كل الايتيمز وفيها كل الكومبوننت الموجوده في الايتاب. هنقدر ندخل على الكيبل خلاص، وحضرتك تبدا ممكن تقدر انك تضيف اهو، تقدر ان انت تعمل اد ان انت تقدر تضيف كابل جديد جوه اللايبراري دي، وانت اللي هتوصفه وانت اللي هتعمل كل حاجه. لو انا ضغطت على اد دلوقتي هيبدا يقول لك انت عايز الكابل بتاعك ده شغال تبع ايه، هو كبر الانسليشن بتاعه، الجهد بتاعه، تبدا توصفه بقى توصيف كامل علشان تبدا تحط الكابل ده الجديد ده في الايه اللايبراري. وممكن انت طبعا تاديت، وكل الحاجات دي هنبدا نتعلمها في فيديوهات جايه بعد كده ان شاء الله. ادي مثلا الايديت بتاعك اهوت، ممكن اي حاجه انت عايزها تعملها في اللايبراري تقدر تعملها، بحيث تكون مطمن ان الكاتالوجز اللي انت الكاتالوجز بتوع السبلايرز الموجودين عندك في الفيندور ليست، مطمن ان قيم الريزيستنس اللي موجوده عندهم زي قيم الريزيستنس بتاعت الكابلات اللي انت استخدمها في الايتاب، عشان ما تبقاش انت شغال في وادي وكل السبلايرز اللي هيجي الكونتراكتور بعد كده يشتري منهم يكونوا في وادي تاني خالص. طيب تعالى نبدا نفتح مع بعض الاكواد ونشوف الكودين بتوع المالتي كور كيبل وبتاع الايه السنجل كور كيبل. المالتي كور كيبل كان الكابل ده او كان الكود ده اللي هو 5467، ادي بيتكلم على الكابلات كلها، بيتكلم على ال 3 كور خلاص، بيتكلم على ال 3 كور وادي ال 4 كور اهو خلاص. بيقول للمصنع صنع لي يا باشا السيكنس اوف انسوليشن بكذا، الان ارمورد كيبلز ادي السيكنس اوف سي اوف شيز الاوفر اول دايمتر، يعني مدي للمصنع ايه توصيف كامل او طريقه كامله يصنع بيها الكابل. وادي الكتالوج او البريدج ستاندرد 7889 بتاع الكابلات السنجل كور برضو. بص هنا في الكتالوج الكابل بادئ من كام؟ من كروس سكشن اريا 50، عشان كده بتلاقيها في الاي تاب بادئه من 50. برضو مدي للمصنع ان هو ازاي يقدر يصنع او يصنع الكابلات اكوردنج تو لمواصفات معينه، وبالتالي المصنع لازم يكون ملتزم بالحاجات دي وهو بيصنع الكابل.
اتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد واضاف للناس اللي بتستخدم الايتاب ولفت نظرهم للجزء بتاع السورس بتاع الكابلات، لانه مهم جدا وبيأثر معانا في الكل الكالكوليشن. شكرا واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.